افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتقنية المضخات الاصطناعية في نسخته السادسة تحت شعار نحو تقنية المضخات الاصطناعية المستدامة الفعالة والموثوقة. هذا وأكد سعادة وزير النفط والبيئة أهمية المؤتمر في نسخته السادسة في تعزيز تبادل الخبرات والتعاون بين الشركات المتخصصة والفنيين والباحثين من مختلف دول العالم، وذلك عبر مناقشة المواضيع المتعلقة بمجال تقنية المضخات الاصطناعية والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التقنيات والحلول المبتكرة بهدف تعزيز كفاءة الإنتاج وتحسين العمليات للاستفادة المثلى والأكثر استدامة من الموارد الطبيعية وتأمين الطاقة. نحو تقنية المضخات الاصطناعية المستدامة الفعالة والموثوقة، هذا هو عنوان النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتقنية المضخات الاصطناعية الذي نظمته جمعية مهندسي البترول العالمية بالتعاون والتنسيق مع وزارة النفط والبيئة، والتي تهدف إلى تعزيز الصناعة النفطية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال تقديم أفضل ما توصلت إليه التقنيات والتكنولوجيا والحلول الصناعية في مجال الرفع الاصطناعي. نحن اليوم مثلا كل الشركات موجودة، اليوم مثلا نشوف أرامكو وبابكو ونشوف الشركات الأخرى في المجال حقنا، يمكن نكون متعاونين أكثر من متنافسين. لازم نتعاون على أساس أن نقدر نوصل لأحسن نتيجة. كل الشركات هذه كلها نشتغل مع بعض. اليوم بالمعرض هذا في أكثر من شركة من أكثر من منطقة في العالم، أكثر من تقنية، فالشركات هذه لما تجيب تقنياتها لمنطقتنا هنا تساعد أنها ترفع المعرفة عند الشباب الموجودين هنا، خاصة الشباب يشتغلون في القطاع البترولي. وعلى هامش هذا المؤتمر الهام افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ المعرض المصاحب الذي احتضن عددا من الشركات النفطية المحلية والإقليمية والعالمية لاستعراض أفضل ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي والمهم، وتقديم الدراسات والأبحاث المتخصصة في تطوير عملية زيادة الإنتاج. هذه المؤتمرات تعزز روح التعاون بين الشركات من خلال تبادل الخبرات العملية، وتقدم أيضا أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم صناعة النفط والغاز، بما يسهم في تعزيز هذه الصناعة، يعني سواء إقليميا أو محليا أو دوليا. تبادل الخبرات دائما مهم من أجل يعني صقل التجربة العملية ومن أجل التطوير المستقبلي حتى للكفاءات اللي تعمل داخل هذه الشركات. يعني نحن نشكر مملكة البحرين الشقيقة على تنظيم مؤتمر مثل هذا، والمؤتمر مثل هذا يعتبر منصة مهمة لنقاش وبحث أحدث التقنيات التي تعزز من هذا القطاع، نقاشات وأحاديث بين الأخوان من الكلاينتس والسيرفيس بروفايدرز، تعزز من البحث والوصول للحلول للمشاكل التي تواجهها الشركات المشغلة. إن مؤتمر البحرين لتقنية المضخات الاصطناعية يعد اليوم أحدى المحطات المهمة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات في هذا القطاع النفطي، ويسلط الضوء على مختلف الإنجازات الصناعية والمبادرات المحلية والدولية، وتقديم الدراسات والأبحاث المتخصصة في تطوير عملية زيادة الإنتاج، مما يسهم في تقديم كل الحلول المبتكرة في هذا المجال المهم. نحو إيجاد الحلول المبتكرة والمبدعة والمتواكبة مع أفضل التقنيات الحديثة، يأتي مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للرفع الاصطناعي ليسهم في خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة في قطاعي النفط والغاز. خالد العوني، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.